هلال أهلا أهلا إليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم جيناكم فيديو كيفية تخزين اللحم، حفظ اللحم في الثلاجة لمدة طويلة في شهر رمضان المبارك. كما شفتوا في الفيديوهات السابقة تاعنا كانوا عندنا رجلات، رانا قطعناهم، هذا درنا هذو تاع الشربة بتيمورسو، هذو تاع الشطيطه، وهذه بقري مازال ما ذابتليش، راهي جامدة. هذه حبيت نديرها بيونداشي شهر رمضان باش انا باش نفرق بيناتهم، نكتب نكتب هكا بالستيلو فيهم باش نفرق بيناتهم، باسكو كي تكونجلاو ما تعرفيش بيناتهم، وان بليس ما ديرهمش في ساشي وحده ولا، باسكو كي تجبدي ما دي كونجليهمش، تجبدي كل يوم ونهار وحده وما تعاوديش كونجلي ودي كونجلي. صافي انا نستعمل هذو الساشيات الصغار، هذو الساشيات الصغار في الحفظ تاع اللحم تاعي. كيما هكا ندي شويه دي مورسو تاع الشوربه قسيوم على حساب العائله، كل واحد وافراد العائله. هكا انا تكفيني هذه الشوربه ونرمي فيها ورقه هكا باش نفرق بيناتهم، باسكو كي تكونجلا راهي تبان، كي تكونجلا ما تفرقيش بيناتهم، كي تكونجليهم هكا تكون تبان. كيما هكا نديروهم في الهكا، هكا تكون الشكل نتاعهم، كي تكونجليو هكا تفرقي بيناتهم وتعرفيهم. اول حاجه واخر حاجه هي على حساب العائله، كيما نتوما تستعملوا انتم افراد العائله. نكمل انا نعمر دي مورسو تاع اللحم نتاعي تاع الشوربه، انا هذه تكفيني تاع يوم واحد. كمل انا نعمر، هكا بنات الساشيات هادو ملح بزاف، يساعدوك في شهر رمضان لحفظ اي عبسه تسحقيها، ماشي غير في اللحم ولا حتى انا في الدجاج نستعملهم بزاف، يساعدوك كل دجاج زماني من ديريهم، كل مورسولي من ديري. هكا البنات بهذه الطريقة على حساب أفراد العائلة، انتوما واش كاين في العائلة نتاعكم، انتوما واش كاين في العائلة. هكا نكون أنا كملت الغلمي وكملت الشربة نتاعنا. نجول هذو لي مورسو، هذه مازالت جامدتلي، خليها كي تذوب باش نقطعها. هكا بنات هادو نعمروهم فين، احنا قلتكم في رمضان تكوني صايمه واصلا ما تجيكش الماكله وكاين اللحم في الشوربه، وزيد ديري بلا واحده اخر تاع دجاج ولا، صافي بزاف كيف كيف. كيما دوكا انا عندي غير غنمي، ومن بعد كي نجيب بقري باش نكتب هكا نكون فرقت بيناتهم. كملوا بنفس الطريقه بنات، هكا حتى تكملي كامل كمية اللحم اللي عندك. نكون فدتكم البنات بهذه الطريقة اللي نديروها حنايا الحفظ نتاعنا تاع اللحم نتاعنا، بهذه الطريقة انا نكون حفظتهم كامل وما نخافش عليهم، باسكو كي ديريهم في ساشي كبيرة كي تجي راح طيبي في رمضان والله يعذبوك، ما يكونوا جامدين ما يقدروش تفركشوا على بعضهم البعض، بصح هكا تكوني عارفة حوسي على زعما على نهار تروحي تفدي ساشي نتاعك، اذا جاوك اذا جاتك اذا كنتي عارضه ناس ولا تفدي جوج ساشيات ثلاثه، صافي تكوني فاهمه واش راكي طيبي واش راح طيبي. خير ما تكوني خطرات حنا تسرانا نكونوا مكونجلينهم كامل، ما نفرقوش حتى بين الغنمي والبقري باسكو يكونوا جامدين حتى زعما حتى يذوبوا بات في غيرهم. كما قلت لكم انا هذو الساشيات بزاف نفعوني البنات، خلاوني نفرق بين الماكله تاعي
وبزاف عاونوني في تنظيم المأكولات نتاوعي. ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. البنات على بالي بلي كل واحدة والافكار نتاوعها في تنظيمها المأكولات هالشهر رمضان. انا المهم هذه هي طريقتي لتنظيم مأكولاتي في شهر رمضان. ان شاء الله نكون فدتكم، ان شاء الله عطيتكم عبسة خفيفة هكا، ندي فكرة خفيفة تعاونكم باش تفرقوا بين الحمل تاعكم في شهر رمضان. هكا انا مازلت ما شريتش البقري باسكو مون فير ياكل بقري وحنا ناكلو غنمي، صافي كي شريتها نزيد نفرقوهم هكا ونقطعوهم ونزيد نفرقوهم هكا ونديرهم ساشيات ونزيد نكتب بقري، باسكو بقري وغنمي قلت لكم كي تكونجلاو ما تقدريش تفرقي بيناتهم، شويه صعاب الحاله كي تجي تفرقي بيناتهم. هكا انا نكون كملت لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. البنات كيما قلت لكم استناونا فيديو جديد في وصفه جديده في تدبيره جديده ان شاء الله. الوصفات رمضانية، صحة رمضانكم وإن شاء الله يدخل عليكم بالصحة ولهنا، ولهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. نلتقي في فيديو آخر بنات، ما تنسوناش قبل ما تخرجوا ما تنسوناش ديروا نجم وفعلوا رنا إذا ما كنش عندنا، وخلونا كومنتير يحفزنا باش نكملوا على هذا المنوال. وإذا عجبتكم الفكرة نتاعنا وسيتوها ونجحت لكم ماذا بكم تخلونا كومنتير تشجعونا به. سلام في فيديو آخر.